وحشتني قوي. طيب احنا مش هنحاول نبطل بقى شغل المراهقين ده؟ احنا صدقنا الوضع بقى شبه مظبوط وطبيعي. الوضع دلوقتي بقى في مصلحتك انت ومراتك والبنت كمان. حاول تسيطر على نزواتك. مش عارف اشتغل. مش عارف اكمل لحن واحد. وهي بعيدة. كل حاجة ناقصة من غيرها. معلش. حاول تطلع فنك من قلب المعاناة. بطل الاستخفاف بتاعك ده نجيب. بطل انت الأنانية بتاعتك دي يا هشام. رايح فين؟ حمام. وحشتني قوي.